قال تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. بشر من ذلك، بشر هنا أفعل تفضيل، أصله أشر فحذفت الهمزة تخفيفا فأصبحت شر، فشر أفعل تفضيل، وأفعل التفضيل له ثلاثة أنواع مهمة جدا، لأننا إذا لم نفهم هذه الأقسام فإن أفعل التفضيل في أصله أن الصفة يشترك فيها المفضل والمفضل عليه. تقول زيد خير من عمر، فتجد أن في عمر خيرا، لكن في زيد ما هو أكثر منه خيرية. هنا مشكل لدينا، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه لو أخذنا باعتبار أصل أفعل التفضيل، لو أخذنا به لكان في منهج النبي عليه الصلاة والسلام، وحاشا أن يكون فيه نسبة من الشر، لكنها أقل من شر اليهود. أو ما هو المخرج؟ مر معنا أن أفعل التفضيل له ثلاثة أنواع ذكرت عند قول الله عز وجل: من أول يوم أحق أن تقوم فيه. فتكون هذه الآية ضمن القسم الثاني، وهو خلو المفضل عليه من الصفة مع بقاء الصفة في المفضل. فهنا الشر حاصل لمن؟ لليهود، منصب عليهم فقط، وليس في النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه ومنهجه أي شر. مثوبة عند الله أي أشر ثواب عند الله في علمه وجزائه.